عريس يهرب من عروسه ليلة الزفاف، فما القصة؟ العروس بشرى روت تفاصيل الليلة التي كانت من المفترض أن تكون لفرحة العمر، لكنها تحولت إلى مأساة يلفها الكثير من الغموض والغرابة حسب ما أكدته الراوية. تقول بشرى أن علاقتها مع زوجها المفترض كانت مبنية على قصة حب، وأنه ليلة الزفاف كان قد اصطحبها من صالون التجميل إلى قاعة الأفراح، وقد كان فرحاً ورقصا معاً. ومن ثم جاء عبد الأشهاد ليبرم القيران، فما كان من العريس إلا أن طلب من عروسه بأن يذهب لغسل وجهه بحجة حرارة الطقس. وكانت المفاجأة، لقد تبخر العريس بل وفر من مكان الحفل بعد أن قام بإغلاق هاتفه وحسابه على فيسبوك. انتظرت العروس حتى انتصف الليل ولم يعد العريس، وغادر جميع المدعوين، ودخلت بشرى هي وعائلتها في حالة صدمة كبرى، وأكدت أنها عرفت بعد ذلك بأن زوجها المفترض قد خطط مسبقاً هو وعائلته لكل ما حدث، لكنها لا زالت لا تعرف السبب.